في صفوف فريق بوتافوغو سابقا يفتح مجال التسجيل لصالح فريق دينيس بكيفية مغايرة لمجريات اللعب. هاي قوت فريق دينيس، هاي قوت فريق دينيس من زمان. هذا هو الأول أهداف اللاعب مايك كوزويل مع فريق دينيس بهذه الكيفية. خرج من المراقبة بكيفية رائعة جدا وسط خلل فادح على مستوى الخط الخلفي لدفاع فريق فيورنتينا. إيدينيس يباغت فيورنتينا على أرضية ميدانه. بعد مرور 18 دقيقة لعب ستيفان جوفيتيج المنقذ لفيورنتينا، هدف تعادل مستحق طبعا بعد سيطرة لمدة 23 دقيقة. سيطر فريق فيورنتينا على مجريات هذا الشوط الثاني. إيدينيس حمل عبء المباراة وجاء المنقذ جوفيتيج مباشرة بعد دخول منير الحمداوي وخروج أدم الياسيت. جوفيتيج يفتح العداد، سجل 14 هدف الموسم الماضي، هدفه الأول هذا الموسم في ثلاث مواسم لعبها مع فريق فيورنتينا لحد الآن. شوف الإعادة بورخا باليرو، تغلقت عليه كل المنافذ وزعها، استلم أوب والتسديدة باليسرى ضربت في المدافع وباختت الحارس بليكيتش. فيورنتينا هدف، إيدينيس هدف. مرور لحد الآن 68 دقيقة لعب. غويدولين العرق سيسيل أكثر فأكثر من مسال. يبدأ الموسم بانتصار على إيدينيس بقبل هدف واحد. شوف طبعا جوفيتيج في القائمة الثانية ما كانش متسلل. الاستلام أولا التوغل، الاستلام المراوغة والتسديد على يسار الحارس بليكيتش. فيورنتينا العهد الجديد يضيف الهدف الثاني متفوقا على إيدينيس في الوقت بدل الضايع من عمر المباراة بهدفين مقابل هدف ثاني مقابل هدف واحد. شوط ثاني من أروع ما يكون من فيورنتينا، لازم نحدد بأن الشوط الثاني كان من أروع ما يكون من فيورنتينا.